خير يا سيد الناس، قالوا لي انك عايزني. كنت. انت مش هتنفع للمشوار ده، لازم انا اعمله بنفسي. هو انا عمري قصرت؟ ده انا خدامك وبعمل اللي يرضيك. ليه مستقليني كده يا سيدي؟ مشوار ايه وانا نفذ؟ انا خايف ابعتك تعك الدنيا وتبوظ الحدوتة والرس واخسر الكو كله. وانا ما يرضينيش خسارتك، فطمني وانا اجيب لك العفريت تحت رجليك. شاوي كده قص البلاوي، الحكاية عايزة دماغ مش هلفاطة وفتحة صدر. هو انا عمري قصرت في طلب طلبته مني؟ طلباتك كلها بتيجي مقشرة وعلى الاكل. قول انا قصرت في ايه وانا اضرب نفسي بالجزمة. لا، انت مش هتضرب نفسك، انت هتضرب ناس تانية وبالجزمة برضو. سيدي وتاج راسي، ده انت خيرك عامم على الكل. رسيني على الموال وانا اخدم برموش عيني. بير البترول اللي بيحب اخت الواد بتاع الفول، اللي جابها رجب الباراشوت، بشانس رجع وبيحب البيت ومش عارف يعيش من غيرها. وهتهالي يا سامي، انا مش عارف بيحب فيها ايه، دي عاملة زي البورس. مش قوي كده يا سيدي، كل فولة وليها كيالها وانت عارف. بسيطة، نروح نجيبها وتركع تحت رجليك. الحكاية مش كده، البت عاصية ودماغها ناشفة وعايزة تلين، بدل ما تعمل لنا سياح ودوشة. دي محتاجة تكتيك تاني انت ملكش فيه. اما الناس مين اللي هيتضربوا بالجزمة؟ الناس السو اللي لازم نطلع لهم ابو قديمه ونقلب عليهم المواجع، وساعتها يعملوا اللي انت عايزه وخيرك عامم على الكل. اديك فهمت اهو يا قس البلاوي. والصباح رباح. اقول لك بقى على اللي في ضميري. قشطه. صباح الخير. صباح النور يا عطف. تأخرت ليه؟ منزلتش على عربية الفول؟ راحت عليك نومة؟ لا، ما انا اتفقت مع الولا زرزور وصاب البراشوت، ما انت عارفاه، ان يقف على العربية على مرجع. لو انت مسافر مشوار في السريع، في لقمة عيش حلو. ايه بتأمن عليها؟ ما هي جنبك اهي. عارفة يا شمس، انا ما حسيتش الحالة دي في جنبي، يجيلي برد اعيا. السر ياكل رقبتي. سلام بقى، ابي صبح على ابوكي. اوعى على السير ياكل رقبتك، واصحى للغله والموبايل، اوعى حد يهفه منك. انت لسه مستقلني يا سعاطف؟ كل مره تقول لي البقين الحمضانين دول. ما تزعلش مني يا زرزور، اصل انت شكلك عامل كده. انا هجري، عندي مواعيد، لو اتاخرت هقفل والم. ماشي.
ايه ده يابا؟ ايه اللي جابك هنا؟ انت ماشي ورايا؟ هي دي سفريه الفول اللي انت قلت لي عليها؟ ده انا ابوك، تكذب عليا ليه؟ تعال تعال نقعد في قهوه نتكلم مع بعض وتقول لي الحقيقه. تعال وديني وما اعبد. قلت لك على كل حاجه. اللي انا كنت فيه ما احبش اشوفك فيه، وبصراحه العباره كده الطريق اللي انت ماشي فيه اخرته السجن، ده لو ما كانش اعدام. يابا انا بعمل كده عشان يبقى لي بيت واتجوز. تبني بيتك بالحرام؟ ده انا مش هولع فيك، ده انا هولع في اللي جاب رجلك. ابعدنا عن السكه دي يابا، نبقى ده كلابه كتير وايده طايله. اه وانت بقى شايف ان انا بقيت راجل عجوز وما اقدرش اعمل حاجه؟ لا يابا انا خاف عليك، ابعدنا عن السكه دي، احنا مش قدها. لا احنا قدها، وهوريك ازاي بقى احنا قدها، وكل كلمه قلتها قدامي هتعيدها تاني بس قدام واحد منهم. بحبك وحشتيني وبحبك وانت نور عيني، ايه لو انت بتطلع عيني، بحبك موت. اتفضل يا سيدي الناس، ولاقي الدكرور بتنضف لما بتحط رجلك فيها. الله 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 الله، ايه الهجمه اللي من غير احم ولا عنوان ولا دستور دي؟ دي مقابله يا ناقص لسيدك وتاج راسك. اتفضل هنا يا مستر. ما تولع لنا استباحة يا عم رجب، خلي الدماغ تتظبط. مفيش استباحة في الوقت ده، وده مش مواعيد العمل، مواعيد العمل مكتوب على الحيطة للي ما تشوفها. ايه؟ روح انت يا أسامة، خليك في العربية لحد ما رنيلك. أوامرك تنفذ. بالإذن. اقعد يا راجل، اقعد يا راجل، عشان الكلمتين اللي عاوز أقولهم لك محتاجين قعد. طب نولع على شاي ولا نبعت الاخ اسامه بتاعك يجيب بوز حاجه ساعه؟ اعتبره وصل. الله، ده عباره بقى، يبقى الليل في سجارتين. لا انا عاوزك صاحي عشان تقدر تفهم. بطل حركه بقى وهم. ماشي، انا جايلك في الوقت ده بالذات عشان عارف انك لوحدك ومفيش حد من كلابك الكتير اللي دايما حواليك وبيعملوا لي دوشه. دول كلبين يوتان. هات ما عندك يا مستر. اخت الواد بتاع عربيه الفول شمان عاصيه ودماغها عايزه تلين. لا مش شغلتها مستر، انا شغلتي كيف. ما هو ده كيف يا باراشوت، بس كيف غالي شوية بنشتغل فيه بالأخضر. والأخضر والأحمر أنا ماليش في الشغل ده. هيبقى لك قرية عاص بعدها لك يا راجل. هتخلي الطبق مستور وبلاش نقلب في أبو قديم. قديمه ده إيه؟ أنا ماليش في شغلانتك دي يا سي سامي، مش كل واحد ينام على الجنب اللي يريحه؟ أنا بقى الجنب ده تعبني مش مريحني، ومحدش هيريحني منه غيرك. انت عارف البيت وعارف اخوها وهما الاتنين بيثقوا فيك، هتجيبها لي تاخد حسنتك ويا دار ما دخلك شر. هتلاوع وتقول لي قاري ومش قاري، هطلع لك المخبي يا براشوت. ده كلام فات عليه زمن ومعادش يجيب. طب ايه رايك ان الواد ابنك اللي مش ابنك ابوه وامه الاصليين بيدوروا عليه لحد دلوقتي، بيدوروا وعندهم امل ان يلاقوا ابنهم اللي اتخطف في عمره سنه، بق صغير، يجوا ياخدوا الواد وياخدوك انت والوليه مراتك على العنبوكه، ويا عالم بقى ايه اللي بيحصل جوه. ناس بتاخد طار ناس، وناس اترمت ظلم بسبب ناس. أكمل
ولا شوية دول زبطوا لك دماغ؟ قلت لي كنت عايز يا مستر سامي. في بير بترول دافع مهر العاصية الشريفة أخت الواد بتاع قدرة الفول، صح؟ عاطف الزغنن؟ مهر مش قليل يا رجب، بالأخضر لو عقلت وطوعتني كلنا هنستفيد. قلت إيه؟ ولا زرزور، هو الصغنن ساب لك العربية وزاغ بره المنطقة ولا ايه؟ بيتهيألي كده يا معلم، ومش لوحده، ابوه خرج وراه قطره. يعني سامس لوحدها في البيت؟ تحب اروح عندها لك يا معلمي؟ خليك انت في بخيتك، انا اللي هروح لها. اهلا يا سراجة، مش هقدر اقولك اتفضل يا اخويا، اتمني لمؤاخذة وحدية. بالتقصول، على العموم انا جاي اقول كلمتين صغننين وخاله. والكلمتين دول ما ينفعوش يستنوا لما يجي عاطف؟ لا دول ما ينفعوش غير بيني وبينك. بخصوص الشغلانه اللي اتطردت منها. طردتي؟ مين اللي طردك؟ المستر البي صاحبك اللي شغلتني عنده في الكرخانه بتاعته، يشتغل معاه في البطال يا اما انطرد. لا انا كده اتلخبطت ومش فاهم حاجه، يعني انت مشيتي ولا هو اللي طردك؟ يا رجب احنا اللي هنقول هنعيده، عايز نروح للزبون وقعد معاه في بيته شوية. معناه ايه ده؟ حلال، هو فهمني للأخاه حلال، الراجل عايز يكتب عقد ويبقى حلال، وهتاخد مهرك في ايدك قبل اي حاجة. ده كلام يقوله راجل حر يا باراشوت؟ انا كنت فاهمة غير كده خالص، كنت فاهمة اول ما هتعرف هتروح تديهم له وتمسح بكرامة ام الارض الكواد ده. قاتل خمسة دول وحياة العشرة دول لا يتعدى عليا صابع صابع، انا كنت عامل معاه كده، بس هو فهمني الحكاية حلال وعقد وكف شيء. والحكاية بالاخضر يا سمس. اخضر ده ايه؟ بالدولار، ده هتبقى ترويقة جامدة قوي يا سمس. طب فهمني ايه الحلال في الحكاية دي؟ في ورقة، في عقد يا سمس. هيكتب عليها عند مأذون؟ يكتب عليك عند المأذون؟ لا، في عقد كده بيتعمل عشان انت تبقى في السليم. وده يبقى اسمه حلال؟ هو من ناحية حلال حلال، وده حلال الأيام دي، حجم كل زمن وله حلاله يا سامس. سامي قافش جامد قوي، فكر يا بنت الناس وقلبيها في دماغك، دي فرصة حلوة بالأخضر، وورقتك هتبقى معاك. سلام. كله من وش امك يا ابن بخيتة. المشوار ده انا عملته بس عشان خاطر الجدعانة والصحوبية. قصر في الكلام، لانت ولا لسه شوية؟ لسه شوية، بس شكلها هيجيب معايا، حكمان عرست عليها شويه. فهمتها ان الحكايه هيمشي بورقه؟ ما انا ما كانش قدامي غير السكه دي، عشان الولا خاله لو عرف يعمل لنا عوق. العوق ده يعمله لك انت، خلي كلامك محدد وواضح. وهترد عليها بعد قد ايه؟ يا عم سامي ما احنا مع بعضينا، اول ما المراد يتم هتلاقيني جايبها في ايده وجاي لك. وتقول لي مش قاري، اطلع يا خاي. ليه كده يا سما شحات؟ ليه راجع تزن؟ ليه بتصحي القديم اللي مات واتدفن يا سامي؟ شكلك انت اللي هتتدفن. يابا اللي انت عملته ده اكبر غلط، تنزل الحكومة النابقة في مخزنه، ده مش هيرحمني. اللي انت خايف منه ده مكتب المكافحة واخد البضاعة وصبيانه من مخزنه، يعني راح فيها. يابا ممكن يشيلها العيل من صبيانه، وممكن العيل ده يجيب رجلي في تحيات. يا دي افهم يالا، انا مش عايز اكرر الحكايه دي تاني. انا رد سجون، يعني ورد عليا في السجن اللي علمني الكفت مخدرات، يعني تلبس. تلبس يعني ايه يا كبير؟ يعني تتمسك بالبضاعه، غير كده بقى انت في السليم. شكلك اتعلمت كتير قوي جوه السجن يا كبير. 20 سنه 20 سنه يعلموا القرد،
انا ورد عليا في السجن تملية اشكال والوان، بقيت اعرف شكل الدنيا من الاراد الجديد اللي بيقل عليا كل يوم والتاني. بس كان همي كل يوم حاجه واحده بس، ان انا اتعلم عشان لما اخرج اعرف ازاي اتصرف كويس وما غلطش. اللي اسمه رجب الباراشوت ده طلع على صاحبك ولا تعبر؟ اقول ايه، عايز يقنعني انه حلال والحكايه تبقى بالدولار، ما هتبقى ترويه حلوه قوي يا شمس. حصل امتى الكلام ده يا شمس؟ هيجي من ساعتين. ده انا اروح اقطع رقبته. اقعد واهمد الحاجات دي، ما تجيش بفتحه الصدر. وبعدين تعالى هنا، انت رايح فين بقى؟ انت سايب الاصل وهتروح للفرع؟ صاحب الكافتيريا هو اصل البلاوي. عين العقل يابا، ابوك بيتكلم صح قوي يا عاطف. هو اسمه ايه يا شمس؟ انا معرفش غير اللي اسمه سامي الشحات. عايزنا نعمل ايه يا كبير؟ شمس بشطارتها بقى تعرف لنا من اي بنت من البنات سكته وتليفونه ومكتبه، اي حاجه عنه، وهو بلا صغير الاداب. وراجب البراشوت يا كبير، انا لازم اشرحه. ما احنا قلنا مش عايزين فتحه الصدر دي. انا من زمان وانا بحلم بلمتنا دي، وهعمل المستحيل عشان اللي جاي يبقى احسن ان شاء الله يابا. طول ما انت في وسطنا هنبقى احسن. فكرتي هتعملي ايه في الموضوع؟ موضوع ايه؟ موضوع عمر الخشاب. اكيد حضرتك فكرتي وقررتي ترفضيه. وارفضه ليه بقى؟ عشان افاق وانتهازي وما عندوش اي اخلاق، واكيد حضرتك شفتي ده، كل تصرفاته بتقول كده. كلامك مش موضوعي خالص. ايه يا مامي؟ ايه يا مامي؟ انت تحبي لما حسام يجي يتقدم لنا اختك تقول عليه نفس الكلام؟ حضرتك هتقارني حسام بظروفه وشخصيته اللي انا حكيت لك عنها بالشيء اللي كنا قاعدين معاه امبارح ده؟ ماهي، طريقتك في الكلام مش عجباني خالص. لا بقى، انا اللي في حاجات كتيره مش فاهماها، ومن فضلك فهميهاني على الاقل افهم حضرتك بتفكري ازاي. اشركيني معاكي. عايزه ايه بالظبط يا ماهي؟ في حاجات كتيره مش فاهماها، يعني مثلا النهارده وانا في الجورنال بودي المقاله بتاعتي. بالمناسبه انا المقاله بتاعتي هتتنشر كمان اسبوع. مبروك يا ماهي، بزي ما ده خبر اتقال بالصدفه. انا كنت هقول لحضرتك يعني، بس موضوع عمرو ده بصراحه يعني شاغلني. سيبك بقى من عمرو، احكي لي اخبار حسام ايه. بابا رجع واتكلم معاه وخد موافقته ان هو خلاص هيجي يتقدم رسم. امتى؟ يوم 17 زي ما حضرتك اتفقتي معايا، بعد ما بابا يرجع بالسلام. طب يعني ممكن ناجل اسبوع؟ اسبوع ليه يا مام؟ يا حبيبتي علشان عمرو هيجي يتقدم لبسنت اختك. ايوه بس حضرتك وعدتيني الاول. يا حبيبتي بسنت اختك الصغيره وانا ما بطمنش لتصرفاتها. طب وحسام وبابا؟ يا حبيبتي يا ماهي، انا متاكده ان حسام مش هيرفض الطلب. خلاص. Thank you.
دكتور وليد الساهر from Egypt. أظن أنا التزمت باللي إحنا اتفقنا عليه وتعمدت إني أفضل بعيدة عنك طول الفترة اللي فاتت عشان أديك فرصة تبقى براحتك، لكن مقدرش أعدي الليلة دي من غير ما أتكلم معاك في موضوع مهم جدا وأنت مسافر بكرة. تحت أمرك. ما تقلقش، الموضوع بيزنس يعني ما يقلقش. جايبالي أسماء شركات هتفيدني؟ المعلومات دي هتوصل عندك على الإيميل بمجرد ما توصل مصر، لكن أنا عايز أتكلم معاك في موضوع التأسيس، تأسيس الشركة نفسها. ايه مال؟ عندك اعتراض عليه؟ بالعكس، ده انا متحمسه له لدرجه ان انا عايزاه يبدا دلوقتي قبل بكره. والله يا ريت. وانا تحت امرك يا دكتور، اي مساهمه في راس المال باي نسبه انا موافقه. مساهمه في راس المال؟ ايه، مش من حقي اشاركك حتى في البيزنس؟ ده وارد من اي حد تاني. ده انت فهمتيني غلط، انا ما عنديش اعتراض عليك انت يا ملك، انا بس مقرر اني اعمل مشروع لوحدي. لوحدك؟ بس المفترض ان رأس مال كبير قوي. الحمد لله جات لي اخبار من مصر حسن وضع المال كتير. يا حبيبي، قصدي يا دكتور ربنا يزيدك، بس ليه تتحمل الريسك ده لوحدك؟ الحياة كلها ريسك، بعدين بيقولوا في المثل ويفوزوا باللذات كل مغامرة، مش كده يا بيه؟ تصبح على خير. وانت من اهلك. ادخل سيدي. وتاج راسي مش هتصدق البشانس يا سيدي. ده الباراشوت ده سر باتع، قالوا يقول لي مش كاري، هتهالي ده جت في وقتها. سيدي وخيرك عامم على الكل، اقلبها ولا عايز ابقى عبالها؟ لا هتهالي بعبالها بجد برجليها، واكيد فكرت وشاورت نفسها وجاهزه. سيدي البشانس يا سيدي. تعال يا حلو، تعال يا شمس. مساء الخير يا مستر سامي. مساء الجمال والحلاوة. شوفي الشموسة تشرب ايه. تحب تبلي ريقك بيها يا بشمس؟ فراولة، مانجا، ولا كريز؟ اجيب لك كريز. انا جاي في كلمتين يا مستر سامي وماشي على طول. تمشي ليه؟ احنا لسه ما تأنسناش بيك يا بشمس. سيبها يا أسامة براحتها. قول يا شمس الكلمتين اللي عاوزة تقوليهم. رجب جالي مرسال من عندك وقال لي كلام. وانت وافقتي؟ ما وافقتش الا لما افهم. عاوزة تفهمي ايه؟ هو الكلام اتغير؟ رجب قال انه جواز بالحلال. رجب ده حمار،
أنا ما قلتش كده، أنا قلت عقد هيضمن لك حقوقك كلها وهتاخدي مهرك مقدم. هو الراجل اللي عايز يعمل العقد بيجي هنا الكافيه؟ أيوة يا باشانس، زبون وزبون تقيل قوي. استنى أقص البلاوي. وانت ايه اللي يهمك انه يجي الكافيه او ما يجيش؟ ما انا لازم اعرف العقد هيتعمل فين. العقد هيتعمل هنا وفلوسك هتاخديها هنا. وبعدين؟ وبعدين ايه؟ هتروحي معاه مطرح ما يروح. لا، ما انا لازم اعرف العنوان اللي هتجوز فيه، ولا ده مش هيتكتب في العقد؟ العقد اللي هيتعمل يا شمس عقد سليم، بس ما فيهوش اللي انت بتفكري فيه ده. يعني كل الحكاية شهر ولا اتنين وترجعي كاملة من مجاميعه، فلوس، لبس، وحركات بشمس، وأهلي يا مستر سامي. طب أهلك مالهم ومال الموال ده؟ أقول لهم إيه؟ مش لازم تقول لهم حاجة، قول لهم أي حاجة اللي يجي على بالك يا بشمس. استنى أقص البلاوي. حكاية أهلها دي ما جاتش على البال خالص. شفت بقى يا مستر سامي، يبقى انت مش مرتب الحكايه كويس وعايز توقعني في غلط. اسمعي، احنا عندنا مراكب بتطلع اسوان، انا هطلعك في رحله منهم. قلت ايه؟ والجواز هيتم في المركب دي؟ لا، انت هتقول لهم انك طالعه رحله لاسوان وخلصي، لان الراجل مستعجل. عينيا يا مستر سامي. دلع السلامة يا سعادة البيت. الله يسلمك. طلع شنطة فوق يا باشا. حاضر. كان لازم تقول انك جاي النهارده يا حبيبي. حبيت اعملها لكم مفاجأة. هي طبعا مفاجأة حلوة قوي، بس على الأقل كنا بعتنا الصعيد يجيبك من المطار. هي جت كده يا حبيبتي. المهم انتوا ازيكم؟ كويسين والحمد لله. ميتة فين امال؟ في الجامعة. في الجامعة من بدري. طب انا هطلع اجيب الكاميرا عشان اصور اللحظة الحلوة دي. مش هتكملي فطارك ولا ايه؟ شبعت الحمد لله. طيب يا حبيبتي يلا. انا بقى عندي اخبار حلوة قوي. احب اسمع الاخبار الحلوة. بنتك بسنت جالها عريس وشفت وعجبني. بسنت؟ كبرنا مهر. لا ما تقولش كده، البنات هم اللي كبروا. خلاص يا حبيبتي، انا بس اللي كبرت. المهم ان البنات كبرونا. ايه رايك بقى في الخبر ده؟ طبعا خبر حلو، بس المهم ان الولد يكون يستاهلها. ده ولد كويس. تالي ان بسنت تستاهل احسن من كده. معنى كلامك ده ان الولد ظروفه صعبه. انا معاك، بسنت تستاهل احسن واغنى منه. خلاص، في ايه بقى؟ اشمعنى الولد ده بالذات يعني؟ بتحبه وقلبها اختاره وهو كمان بيحبها. مش كفايه الولد لسه قدامه مشوار طويل لحد ما يكون نفسه. احنا هنساعده عشان ما نوقفش ضد رغبة البنت. تفتكر ده حل؟ بس انت بتحبه وانا قلقانة عليها وسنها صغير وما عندهاش خبرة ومتهورة. قصدك ايه؟ ممكن تحاول تعمل حاجة في نفسها؟ ليه لا؟ ليه لا يا وليد؟ انت ما سمعتش الحكايات اللي بتحكيها لي مريم، مرعبة. يعني دي رغبتك؟ ايوه بقى دي رغبتي. وانا مش عارف قدام رغبتك ورغبة بنتك. ما دام انت شايفه الولد كويس وعنده طموح، انا ما عنديش مانع. موافق. طب اسمع بقى، خير البر عاجله.
يلا بقى نحدد ميعاد علشان تقابل. طول عمرك بتعرفي كلفتين يا ماير. واتعملت له قضيتين، تقديم خمور لأقل من 16 سنة وسهر نسا بعد الميعاد، واتقفلت فيها الكافيتيريا وهو اتاخد. يا سلام عليك يابا وعلى أفكارك، ده أنا مصريني كانت بتتقطع كل ما افتكر مستر سامي واللي عمله فيه. أنا روح واجي ألاقيكي متضايقة، أقول ليه البنت متضايقة؟ سألتك ما بال ليتيش ريقي، وكان عندي استعداد أجيب إعدام للي قرب منك أو يحاول يضايقك. ساعتها الدم ضرب في نافوخي، وكان لازم أعمل التكتيك ده عشان نخلص من الأذاكي أو حاول يأذيكي. ما عندكش فكرة يابا أنا ناري بردت إزاي، ده أنا كنت موجوعة ونفسي أضربه بالقلم. أي حد يحاول يقرب منكم أو يأذيكم أنا هضيعه، بس بطريقتي. أنا خارج وفي حاجات كتير عاوز أعملها عشانكم. من الموضوع اللي حكيت لي عليها كبير بتاع الست ياه، مش عارف أعطر فيها إزاي. ربنا يفرجها من عنده. أخبار الشقة الجديدة إيه بقى؟ حلوة قوي على قدي. هو أنت مش ناوية تيجي تشوفيها ولا إيه؟ طبعا يا ماري، بس أخلص من اللي أنا فيه. الله، هو مش خلاص وليد وافق؟ الحمد لله، بس أنا هفضل حاطة إيدي على قلبي لغاية لما يقابل الولد. حكاياتك عن الولد كانت بتقول إنه ذكي وبيعرف يتصرف. تهيألي كده. خلاص بقى، ما عادش فيه داعي للقلق ده. ألف مبروك على جواز فسنت. الله يبارك فيك يا حبيبتي. في صحفية منتظرة حضرتك عندي، عايزة تعمل موضوع عن كتابك علم النفس والجريمة. معلش يا غادة، حدد لها ميعاد وبيبلغيني بيه. حاضر. هو أنا مش هقرأ الكتاب ده ولا إيه؟ جداتها كلها من عندي، يعني من حقي أقراه. طبعًا. مش أنا وعدتك إن أول نسخة هيبقى عليها إهداء لصاحبة الفضل في إظهار الكتاب ده؟ ليكي. أنا مقدرش بقى على الكلام الحلو ده كله. ممكن تفهميني إيه وجه الاستعجال في اللي أنتي عاملاه أنتي ومامي ده؟ وما سألتيش مامي ليه؟ سألتها ما فهمتش أي حاجة. أنتوا عايزين تكلفتوا الجوازة دي كده ليه؟ مادام مامي ما قالتش أنا مش هقول، خليها مفاجأة. مفاجأة؟ ليه أنا؟ ليه؟ هو أنا مش عايشة معاكم في البيت ده ولا إيه؟ مامي شايفة إن عمرو إنسان كويس فعجلت بالجوازة. مامي شايفة إن عمرو إنسان كويس؟ وانتي خيالك ما اسعفكيش؟ عمرو ده انسان كويس باماره ايه؟ بقولك ايه، انا مش هضيع وقت معاكي اكتر من كده، انا عندي ميعاد. باي باي. لا بقى انا لازم افهم ومصير اعرف يا بسنت الجوازه دي وراها ايه. زي بقى الحشد ده. طيب مامي، اخبار قشطه. صباح الفل. اخبار ايه يا نهى؟ قولي. موضوع جونك مش هيلش مننا، للاستاذه الدكتوره وبنتها مهتاب. ما تقول يا نهى، شوقتيني. الصايعه مهتاب نشرت مقاله في الجورنال هتقلب عليها الدنيا، وخالد زهران قال لي ان المقاله دي خطيره جدا وممكن توديها في داهيه. طب والدكتوره اخبارها ايه؟ الدكتوره عملت المؤتمر بتاعها النهارده، والطلبه اتخانقوا منها وشردوا لها تشريده جامده جدا، وكانت هتقلب بمظاهره. وكتير قوي من الدكاتره مش عاجبهم سلوك الدكتوره ميار، وقال انه هيرفع مذكرات لرئيس الجامعه. طيب ماشي. ايه الكلام اللي انت بتقولوه ده؟ مقال ايه وبتاع ايه؟ ما الجرايد دلوقتي بقت اكتر من الهم على القلب، وبتكتب في موضوعات خطيره من اي نوع وفي اي شيء، وده بيثبت ان في مساحه كبيره دلوقتي من الحريات. ونفس الشيء بينطبق على المقال وعلى المؤتمر اللي عملها الدكتوره والطلبه اللي بيغلوا من اللي بيحصل في العراق. الله 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 على الوطنيه دي كلها. انا عايز اعرف انت معانا ولا معاهم؟ يا خلود يا حبيبتي، انا مقصودش كل اللي انا عايز اقوله ان احنا نسيبنا من الموضوع ده بقى ونديله ظهرنا. مش ده الموضوع اللي يتاخد على ميار او نضغط بيه عليها، فيه الاهم من كده. انا تقريبا كل يوم كنت بعمل تليفون للدكتور وليد من يوم ما رجع من السفر، ما كانش بيرد عليا. كنت ملتمس له العذر، قلت يمكن مشغول
بالاحتفالات اللي بيعملوها له كل يوم بمناسبة حصوله على الجايزة. لكن النهاردة بقى عرفت خبر مهم جدا. خبر ايه يا بابي؟ الدكتور وليد وميار بيجهزوا الفرح بنتهم بسنت، والدعوات بتطبع دلوقتي. الله الله الله، دي الحكاية قلبت بجد جد. البيه ما بيفكرش حتى يرد عليا لما بيشوف نمرتي على الموبايل. يبقى الدكتورة قدرت تكسر كل اللي بيني وبين أخويا. بس اللي عرفته بقى شيء مهم جدا، وده اللي أنا بفكر فيه دلوقتي. ما تقول، ما تتكلم، بتفكر في إيه؟ ما تجننيش. ملك سماح. ملك صاحبتي؟ ودي مالها دي كمان؟ هي بعينها. ألف حمد لله على السلامة يا دكتور. الله يسلمك يا عماد. حقيقي المستشفى نورت. ما تتصورش قد إيه فترة غيابك دي بتعمل خلل في المستشفى. ما فيش حد بيعوض غيابك بصراحة بقى. وبعدين أنا شخصيا ما بلاقيش حد أخد رأيه. يا سيدي دي كلها أسبوع، وما لو كان أكتر شوية. لا أرجوك، أنا ما استحملش. ده أنت لما بتبقى غايب ببقى عندي إحساس بعدم الأمان، وبتبقى المسؤولية كلها على دماغي. يعني لا قدر الله لو جت حالة من اللي هي محتاجاك هحتاس. المهم قولي ايه اخبار المستشفى والدكاتره ماشيين ازاي؟ زي الفل والحمد لله. في حكايات وروايات بقى عايزه قاعده عشان اقعد احكيها لك. خلاص ان شاء الله يوم ولا يومين واقعد اسمعك. النهارده انا جاي لك بقى في مهمه رسميه، عزمك انت وهشام على فرح بسنت. ياه بسم الله ما شاء الله، بسنت بقت عروسه اهي. شفت ازاي؟ والله انا مش مصدق، حاسس اني بحلم. ربنا يديك طول العمر. بس هشام بقى في مؤتمر هياخد له 3 ايام. فين؟ في هلسنكي. يعني ننساه فرح بسنت وهو اللي خسران.